والله رأيت بعيني وأختم بهذا الموقف الرقراق رجلا من أهل اليمن في بيت الله الحرام، أنا في طريقي إلى بيت الله إلى صحن الكعبة، وبعدما خطوت خطوات لفت نظري عن يميني رجل يرفع يديه بصورة ملفتة هكذا حتى يرى بياض إبطيه لو انكشف ثيابه، يرفع يديه ويتملق ويدعو ربه سبحانه وتعالى بصورة فيها من الذل والانكسار ما فيها وهو يبكي. فنظرت إليه وارتجفت وكاد قلبي والله أن ينخلع، فعدت وبهدوء حتى لا أقطع عليه رجاءه ولا أشوش عليه دعاءه، وقفت إلى جواره عن يمينه بخطوة خلفه ووقفت، ركعت ركعتين وجلست أنظر إليه وأنا أبكي لحاله مع ربه سبحانه. ورفع الرجل يديه وقتا طويلا طويلا جدا، ثم بعد ذلك نظرت رجلا من أهل الفضل من إخواننا من بلاد الحرمين نفس الموقف الذي وقفت فيه أنا، مر خطوات ثم لفت نظره تذلل هذا الرجل فعاده، ثم نظر إليه ألقى عليه السلام والرجل مشغول ما رد عليه السلام، وإنما هو يناجي ربه سبحانه وتعالى، وإذ بهذا الرجل فاضل يمد يده في جيبه ويخرج مبلغا كبيرا من المال أنا لا أعرفه، ثم ألقاه في حجر هذا الرجل وانصرف. فلم يلتفت الرجل إلى هذا المال الذي وضع في حجره وظل يدعو الله تبارك وتعالى، ثم بعد مدة أنا لا أدري هل انتبه إلى المال أم لم ينتبه، ثم بعد مدة خفض يديه ونكس رأسه فنظر إلى المال في حجره ثم ابتسم ثم بكى ثم رفع يديه مرة أخرى وظل يتذلل ويتضرع إلى الله حتى